اوكي، لحتى نبلش لازم ننزل يونيتي هاب. فينا نفوت على هيدا اللينك ومنه بنعمل داونلود يونيتي هاب. طيب ليه بدنا يونيتي هاب؟ هو بيخلينا نعمل مانج للبروجكتس تاعولنا، مثل ما شايفين هون عندي ليست اوف بروجكتس تاعولي، ونقدر نعمل مانج للانستليشنز تاعولنا، يعني عندي عدة فيرجنز اوف يونيتي. وكمان فيه ليرنينج ريسورسز، بروجكتس اند توتوريالز. فهلا حنا فبالانستولز بنعمل اد وبننقي الفيرجن اللي بدنا اياها، مثلا بدنا الليتست فيرجن، وبننقي بعدين الموديلز، يعني مثلا اذا بدنا نعمل بدنا نخلي هالجيم تشتغل على الاندرويد بننقي هالموديل، واذا بدنا على الاي او اس، اذا كان عندنا ماك اكيد من اول اي او اس، بس انا بدي اياها بس على الويب جي ال، فحاترك الويب جي ال حتى تشتغل على البراوزر. وبنعمل دون وبيبلش بينزل، لانه انا عندي اياه حقفل هالستيب. وحروح على البروجكتس، هون حاعمل نيو بروجكت وحنقي 2D تمبليت، وحنعطي اسم للجيم تاعتنا، هون حنسميها ماي كولر سويتش، لانه نحن حنعمل كولر سويتش النسخة القديمة اول ما نزلت. أول ما نعمل بروجكت لازم يطلع عنا لاي اوت تاع يونيتي. باللاي اوت تاع يونيتي عنا هيدي البانل السين، لحتى نعمل الفيجوال اديتنج للبروجكت تاعنا. وعنا الهيراركي لنشوف شو في عنا جيم اوبجكتس هلا بالسين. مثلا عنا هلا في بس اوبجكت واحد اللي هو المين كاميرا، وهي عم بيفرجينا قد الكاميرا شو فيها تشوف الباوندريز تاعولا. وعندنا الانسبكتور اللي بنشوف البروبرتيز تاعو للاوبجكت اللي عاملين له سيلكت. وعندنا هون محل ما بنحط الفايلز تاعولنا الاكسبلورر. وفي هون عندنا هيدي البانل لنعمل بريفيو لشو حيكون شايف البلاير. فمنبلش بانه نحط الجرافيكس تاعولنا. عنا هيدي فينا نعمل دراج ودروب لهون، فصارت موجودة هون هلا. بس فينا نعمل مرة تانية دراج ودروب بقلب السين، فبتبين عنا هلا بالجيم. هات نفصل هيدي عن التانية، ف حنعمل كان من قبل اخذ على حسب الويت قد ما أعطيناه، قد ما هو بيغير لحاله free aspect. ف له بديها 960 ب 600، بضلها constant. طيب فهلا مثل ما شايفين ال preview تاعنا عم بيتغير كل ما نغير بالسين. وهيدا إذا كبسنا play بنشوف الجيم بتاعتنا كيف صارت. هلا هي شغالة. طيب ومثل ما شفنا زاد جيم اوبجكت بعد ما كبيناه بالسين، وعنده هالبروبرتيز. هلا هول البروبرتيز، كل جيم اوبجكت بيتألف من كومبوننتس، ما بيكون متألف من primitive types مثل الانتجر والفلوت. الكومبوننتس هن اللي بيتألف من هيدي، مثلا عندنا الترانسفورم اللي بيقلنا مثلا قد الكوردينتس تاعوله بالسبيس تاعنا. مثلا هلا البوزيشن تاعه على ماينس 6.24 1.86، ففينا نحركه ونشوف كيف عم يتغير. فهالكومبوننت ترانسفورم عنده البريمتيف تايبس اللي هن هولي، عبارة عن 3 فلوتس. اوكي، وعنده كمان سبرايت ريندرر اللي مسؤول عن الريندرينج بتاع الأوبجكت، فإذا طفيناه بيختفي، وإذا رجعنا ضويناه بيرجع بيبين. أوكي، هلأ الأوبجكت بتاعنا بالسين، بس المشكلة إنه لما نحركه عم بيمشي كلهم سوا. إحنا بدنا هاي تكون لحال، والسيركل لحال، والستار لحال. عشان هيك هلأ حنلغيه، نشتغل على الصورة اللي عنا.
أظن نكبس عليها بالإنسبكتر، لأنه عندنا سبرايت مود هي سينجل، معناتها هالصورة بقلبها أوبجكت واحد، أنا بدي إياها مولتيبل، بعدين بعمل أبلاي. بعد ما نعملها مولتيبل صار فينا نستخدم السبرايت إديتور، وبما إنه هي بيضة فينا نعمل بس يبين الأوبجكت، فينا نستخدم سبرايت إديتور ونقصهم. فمثلا بدي هاي السيركل لفت كليك وبنقيهم وهيك. طبعا ما حنستخدم نحن النقي، في تول انه تايب بتاع السلايسنج يكون اوتوماتيك وبقول له سلايس، فعمل له ديتكت بريسيجن احسن مني. فبعد ما نشوف النتيجة ونرضى عنها بنعمل ابلاي ونطلع، فبنلاقي انه هاي بالصورة تحولت لعدة اوبجكتس، لعدة شيبس. هلا صار فيني احمل هيدي واحطها لحالها من دون باقي الشيبس، وصارت تبين عنا بالبريفيو. انا ببدي هاي الشيب حنلغيها، حناخد السيركل شيب لانه حطيتها من الهيراركي دغري، فدغري بتيجي على الزيرو زيرو. هيا بدنا السيركل شيب، و هاي مبينة بالبريفيو نقطة، فحنكبر على السكيل. سكيل معناتها اسمع، نعمل سكيلينج رح تكبر، فعلى الاكس بدنا اياها مثلا 2.5 باي 2.5، على الواي كمان، فصارت مقبولة لحد ما. وفينا بعد نعملها 3، لا 2.5 منيحة. فهلا صار فينا نشغل الجيم، بس ما حيصير شيء لأنه هي بعدها نقطة بس. هات لنعمل أول شيء رينيم، هلا اللي بدنا إياه إنه تصير تتأثر بالجرافيتي. فتتأثر بالجرافيتي لازم نزيد لها فيزيكس كومبوننت مسؤول عن هالأشياء. فبالآد كومبوننت، فينا نكوس آد كومبوننت، ننزل على الفيزيكس 2D. في الفيزيكس 3D بس احنا عم نستخدم 2D هلا. فيزيكس 2D لانه عندنا عدة كومبوننتس للفيزيكس، احنا بدنا شيء اسمه ريجيد بودي، بالعربي معناتها جسم صلب. هالريجيد بودي بيعطي للاوبجكت بتاعنا فيزيكس كومبوننتس. فهلا اذا شغلناها حنلاقي انه بلش يتأثر بالجرافيتي ويوقع. تمام، هلا صار بما انه صار يوقع، هات اول شيء بالمين كاميرا نغير الباك جراوند، بنعملها جراي. تمام، هلا بما انه صار يتأثر بالفيزيكس ننتقل للستيب التاني انه يخليه يعمل جامب. راح نخلق فولدر نسميه سكريبتس، وبقلبه حنعمل سي شارب سكريبت له لاير كنترولر. هلا بعد ما يفتح الفيجوال ستوديو بنلاقي انه السكريبت بتاعنا هي معناتها extends و implements بالسي شارب، ما بيفرق بيناتهم، بس نحن اللي لازم نفرق، عشان هيك بنستخدم naming convention. هلا بنحكي عنه. our script extends mono behavior. mono behavior class مهم لل object لل script تاعنا. وهلا بنقول له لنبلش بال naming convention. بالسي شارب كل كلاس بيكون اسمه طبيعي، معناتها هو كلاس. الانترفيس هو اللي بيبلش بحرف الاي، مثلا بدنا نقول extends mono behavior and implements i on begin drag مثلا. فهي naming convention، كل شيء ببلش بحرف الاي نعتبره انترفيس. نحن ما بدنا هيدي، نحن
بس هيك معلومة عجبت. هلا بالكلاس مونو بيهيفير عنا عدة ميثودز، منهم اللي بيجوا أول ما نخلق السكريبت، الستارت والأبديت. الستارت بينفذها مرة واحدة أول ما ينخلق هالأوبجكت، والأبديت بيضل عم بينفذها كأنه انفينيت لوب. ففينا نجرب نقول نطبع على الكونسول، فينا نقول debug log start هون debug dot log update. فنرجع على يونيتي، هلا عم بيعمل كومبايل للسكريبت تاعنا. لما نشغلها ونفوت على الكونسول تحت، اوكي، قلنا ليه كلاس مونو بيهيفير مهم؟ عشان بمجرد ما يكون السكريبت تاعنا extends mono behavior، صار فينا نكمشه لهالسكريبت ونعطيه للبلاير. فصار هلا البلاير عنده كومبوننت اسمه بلاير كنترولر، ما ضروري اي اجهد زياده بالسكريبت لنعمل اتاتش هالاوبجكت مع هالسكريبت والاشياء. بهالسهوله صار البلاير بيعمل اكسكيوت للسكريبت. فهلا لما نشغلها نفوت على الكونسول، بنلاقي انه الستارت طبعها مرة واحدة، والابديت بعده هلا عم يطبعها، والستارت قبل الابديت دايما. تمام، هلا على هالاساس رح نبلش الشغل. حنشيل اللوجز ونجي نقول هلا اللوجيك تاعنا هو التالي، انه نحن عنا البلاير تاعنا عم يتأثر بالجرافيتي اللي هي داونورد فيكتور. احنا بدنا اياه يعمل جامب بأوبوزينج فورس اللي هي الابورد فيكتور. فهيدي جاي باي ديفولت من الريجيد بودي، هيدي نحن حنعملها. فنبلش نعملها. اول شيء قلنا الكومبوننت المسؤول عن الفيزيكس هو الريجيد بودي 2D، فعشان هيك اللي هنلعب بالفيزيكس بدنا ناخد ريفرنس عليه. فهون حنعرف private rigid body 2D، هنسمي underscore rb. فبما انه الستارت بنفذها مرة واحدة، هون حنعمل ال assignment لل rb، يعني هي بتلعب دور ال constructor. فينا نقول underscore rb equal to get component of type rigid body 2D. هلا صار ال rb 2D عنده ال component rigid body لل object اللي بنعمل له attach عليه. اوكي، فهلا بال update بدنا نشوف ال player شو كبس. ففينا نقول إذا كبس space، ف if input dot get key، حنقول get key down عشان إذا قلنا get key فإذا ضلينا كابسين بيضلوا عم ياخد ال input. ف get key down معناتها لما يصير الزر كابس تحت، key code dot space. هون هات لنعمل أول شي debug dot log لنتأكد من اللوجيك تاعنا. space press نعمل compile run، نفوت على الكونسول نعمل space، نكبس space وبيعمل لنا print. اوكي، فتأكدنا من انه عم ياخد ال input. هلا بدنا نظبط بال rigid body، فحنقول له underscore rb dot بالفيزيكس اللي بيتحكم بال motion behavior هو ال velocity. فحنقول له dot v
velocity equal new velocity vector, فعن له new vector 2. نحن بدنا اياها force على ال y لفوق، على ال x ما حنشتغل، ف 0x. وهلا بنعطي ال value لل y اللي هي 3 مثلا، ومنجربها. هي عبك سبيس وعبينا نط، بس النطة خفيفة فبدنا نغير بالفاليو. اوكي، هلا بدل ما نقعد نغير بالفاليو من هون، فينا فوق نعمل public field، public float jump force، تحت نعمل assign نستخدم ال jump force. هلأ وين بدنا نعمل assign لهيدي؟ بما انه عملناها نحن public، فصار unity تحت بيعملنا display لهالفيلد، بنقدر من هون نغيره. هون صار فيني اقول له بدي اياها 5 ونشغلها، فصارت النقطة أقوى، فيني أعملها 7 كمان. هلا هو هون أنا كبس سبيس، فيني أعملها 7 تصير النقطة أقوى بعد. بس هون لما أعملها 7 بعد ما أطلع حترجع 5، عشان بالجيم مود نستخدمها نحن للديبوجينج والتستينج، فما بنسيب الفاليوز بس لنشوف اذا الفاليو بيمشي معنا او لا. تمام، هلا بدنا نخلي البلاير يتلون. ففينا بالسبرايت رندرر عن فيلد اسمه كولر، فينا هلا نعملها حمراء وبصير البلاير لونه احمر. تمام، بس نحن ما بدنا اياها هيك، حنرجعها بيضا. وحنعمل كلاس شغلته الكولرز، فحنسميه كولرز ونفتحه بالفيجوال ستوديو هون. هلا هيدا الكلاس ما بدنا نحطه لاي اوبجكت او لاي جيم اوبجكت، ف حنشيل منه الاكستنز مونو بيهيفير وحنكتب الاشياء تاعونا. ف حنعرف برايفت او بابليك ديكشنري اوف سترينج، وفاليو حيكون color، حتى اسم الكولر والفاليو تاعه هنسميهم colors equal new dictionary مبنى. هلأ لما فتحنا curly braces صار فينا نعمل assign للvalues، يعني منا مثل بالجافا بدنا نعمل new dictionary و function، بعدين بعد ما نعمل new dictionary بنقول له colors.put، بنعطيه الكي والفاليو والاشياء. لا، هاي فينا نعرفه دغري، نحط كيرلي بريسز ونكتب الفاليوز تاعونه. فاول element حيكون مثلا yellow، حيكون الفاليو تاعه color.yellow، كما هنعمل duplicate للون كنترول دي. هيدا مثلا ثانية، تمام. فينا هيدي نعملها كمان static نعمل لها access من دون ما يكون عندنا instance من الـ colors class. هنعمل كمان
ميثود بتجيب لنا راندوم كولر كرمال كل ما نبلش الجيم هالبلاير يتلون براندوم كولر من بين هون من بين هول الأربعة. ف public static color random. Okay, so هتعمل return ل colors of هلا فينا بالسي شارب وقت بدنا ناخد value من الدكشنري، الدكشنري هو مثل هاش ماب بالجافا، ما بنقول له دوت جيت و مثل بالجافا. هون فينا نعمل الاوف نوتيشن حتى مثل كأنه عم نقول index of او شيء. فهون بنفتح square brackets ونقول له مثلا يلو بعد ما عملنا random color. بس هلا عم نعمل testing ف بال player controller بال start حنقول له نحن قلنا شو اللي بغير له ال color ال sprite renderer. فلازم يكون عندنا كمان reference على ال sprite renderer. حنقول له private sprite renderer. كمان هيدي من ال convention بال C sharp انه لما يكون ال field private بنحط قبله underscore، لما يكون public بنتركه عادي. ف underscore sp equal كمان get component of type sprite renderer. هلا underscore sp dot color is equal to colors dot random color. أو كمان convention بالسي شارب كل ال methods ببلشوا بي upper case مش مثل بالجافا. فهلا لازم يصير لونها أصفر بعد ما نشغلها. صار لونها أصفر. أوكي، فهلا بما انه زبط عنا انه عطى كولر يلو، هلا بدنا نخليه ياخذ راندوم كولر. فعشان هيك لازم نعمل راندوم كلاس. ف راندوم ايكوال لنيو راندوم. بس نحن ما هيدا الكلاس اللي بدنا اياه، عشان اذا فتنا على الديفينيشن تاعيته بنلاقي انه هيدا كلاس جاي من يونيتي بقلبه شيء للكلرز وللروتيشن، احنا بدنا لا راندوم نمبرز. فعشان هيك حنقول حنعمل امبورت للسيستم، حنقول يوزنج سيستم، وهون حتصير سيستم دوت راندوم. فهلا عملنا اكسس لهيدا الراندوم كلاس اللي بقلبه النكست وبياخد كمان سيد. تمام، فهلا اللي حنعمله حنعمل list of string نسميها colors. اوكي colors او يلا simply list equal new list. شو بتاخد؟ بتاخد ال colors dot keys. فهلا هون حناخد random value من هيدي ال list. يعني هال list حتكون list بقلبها ال keys بس. احنا هناخد راندوم واحد منهم ليعملنا ريتيرن لكولر. فهنقول له list of random dot next. هلا بنعطيه الابر باوند تاعنا، او فينا نعطيه نقول من الزيرو لاي رقم.
او من value max value، بس احنا بدنا نعطيه بس ال upper bound اللي هو list dot count. هلا لحاله برد لنا random number بين 0 وهالرقم اللي هو 4، هالرقم excluded يعني بين 0 و 3، حيرد رقم، ف 0 هو هيدا ال element، 3 هو اخر element. فبعد ما يعمل compile بنجربها بنلاقي انه اول مرة شو حيعطينا yellow، ونطفي نرجع نجرب تاني مرة شو حيعطينا green. تمام، فهيك تأكدنا انه البلاير ما حيبلش بنفس الكالر دايما. تمام، هلا بننتقل للكاميرا كنترولر. اذا نلاحظ انه الكاميرا ثابتة وانا عم بنطنط وعم بطلع برا الشاشة، ونحن ما بدنا هيدا البيهيفير، نحن بدنا نخلي الكاميرا تلحق البلاير. ففينا نقول انه الكاميرا صارت بنت البلاير. اوكي، فشو ما لحق تغيير بالبلاير حيلحق بالكاميرا. فمثلا اذا عليناه على الواي الكاميرا حتعلى معه، ها، بس هيك ببطل فيها الفيلينج. يعني اذا نحن طلعنا على السين شو عم بيصير، وطلعنا على الجيم بريفيو، بالاخير البلاير حيشوف اللي نحن عم نشوفه بالجيم بريفيو. لما نعليه على الواي عم تعلى عنا على السين، بس ما عم بيبين. وكمان حتى لما نلعب، انا هلا عم نطبط بس البلاير ما شايف شيء. ممكن اذا حطينا اوبجكت تاني، مثلا هات لنحط هيدا حده لنفرجي انه انت عم ترتفع. بس مبين هيداك اللي عم يتحرك وانا ثابت، يعني مبين انه انا هلا عم نط لتحت. فمش هالسوليوشن اللي حنتبعه، مش هيدا الابروتش. حنشيل الكاميرا نحطها برا. اللي حنعمله انه حنعمل سكريبت من خلاله الكاميرا بتلحق البلاير. حنعمل شي سي شارب سكريبت نقول كاميرا كنترولر دبل ال. حنخليها الوحدة لأنه صار بدنا نغيرها من عدة محلات. أوكي، فهلأ هون حنقول عنا تارجت لنلحقه اللي هو public game object target. أوكي، ده عملناه public كرمال نعمل له assign من برا. فهلأ نكبس على المين كاميرا وبنعطيها السكريبت من هون، او فينا نكبه على اليمين. صار عنده تارجت هون، فصار فيني انا احمل البلاير وحطه هون، فتحدد التارجت تاعي. هلا صار فينا نحط اللوجيك تاع كيف لازم يلحقها، كيف الكاميرا لازم تلحق البلاير. فتمام، فينا نقول انه بدي نحن ما حنمشي على الاكس، نحن حنلحقه بس على الواي. ففينا نقول انه الترانسفورم دوت بوزيشن ايكوال لنيو فيكتور 3 على الاكس 0، بدي انا الحقه على الواي. فدوت هو التارجت دوت بوزيشن دوت واي و0. هاي فينا نشوفها هلا بالانسبكتر انه نحن البلاير. اوكي، سو الكاميرا عم تلحق البلاير اللي هو عنده ترانسفورم كومبوننت. الترانسفورم كومبوننت عنده فيلد بوزيشن، والبوزيشن عنده واي. فهيك الراوت تاعنا من التارجت للبلاير، البلاير ترانسفورم بوزيشن واي. فهات لنرجع نحط اوبجكت تاني هون لنشوف انه هل عم يلحق انه ما عم يلحق. لو بالواقع تقريبا عم يلحقها، بس ليه ما عم بيبين شيء؟ عشان احنا هون حطينا الزي تكون زيرو، احنا ما بدنا اياها زيرو. ليه؟ عشان الكاميرا لازم تكون بعيدة عنا،
يعني مثلا نحن ما فينا نشوف الحيط اللي ورانا عشان عيوننا منا مبرومين عليه، لازم يكون الحيط قدامنا لا نشوفه. فإذا قلبنا هون على زر 2D، إذا كبسناه لنشوف السين كيف بال3D، بنلاقي إنه عندنا الكاميرا أوبجكت هون وعم تتطلع على البلاير اللي هو هون. أوكي، فلما نشغلها حتصير الكاميرا على البلاير، فما بنقدر نشوفها. فعشان هيك بدي حافظ أنا على الزي تاعها، فحقلها transform.position.z. فهلا بعد ما نشغلها مفروض يلحقها على الزي، مفروض يضله على الزي القديم تاعيته. تمام، بس ما عم بيلحق على الواي. كتب ترانسفورم، لا بدي انا التارجت، بدي تلحق التارجت دوت ترانسفورم دوت بوزيشن. اوكي، صار احنا على التارجت ترانسفورم بوزيشن واي، وهلا لازم نشوف انه الكاميرا عم تلحقها عبر انه هيدا حيتغير البوزيشن تاعه. اوكي، هلا حصلنا على نفس البيهيفير القديم، فعشان هيك حنحط كونديشن انه ما بدي الكاميرا تلحقه لتحت للبلاير. يعني اذا وقع بدي الكاميرا تضل ثابته بس تلحقه هو عم يطلع. ليه؟ عشان بالجيم في مثل حدود انه اذا الكاميرا البلاير طلع برا السكرين بيخسر، فما بدي انا تلحقه لتحت، بدي فرجيه وين صار الحدود تاعوله. ف we can achieve that by انه نشوف نعمل كونديشن على شو؟ على الكرنت شو اسمه؟ على الترانسفورم تاع الكاميرا مع الترانسفورم تاع التارجت. فبنقول if الترانسفورم دوت بوزيشن دوت واي هو اكبر من التارجت دوت ترانسفورم دوت بوزيشن دوت واي. اوكي، إذا عفوا، إذا بس نعكس ال ده بيعطيني ايرور. عم سميه تراجت. دوت ترانسفورم دوت بوزيشن دوت واي. اوكي، فاذا الكاميرا لا نحن بدنا نعكسها، اذا البوزيشن تاع البلاير صار اعلى من الكاميرا غير لي البوزيشن تاع الكاميرا. فهي بنعمل لها اندنتيشن هلا. هلا حنشوف انه لما يوقع البلاير ما حتلحقه، بس لما يطلع حتلحقه. وقع البلاير ما عم نلحقه، بس لما نطلع ما بنلحقه كمان. The variable هون اعطانا error. Okay, the variable target of camera has not been assigned. لانه غيرنا الاسم هون، يونيتي من برا رجع عمله نون. ف فهلا تمام، وصلنا للفيلينج اللي بدنا اياه تقريبا، بس ما بدنا اياها كتير على النص. ففينا نعمل اوفست. اوكي، يعني هلا هو لانه الكاميرا هات لنرجع 2D، الكاميرا محسوبة على السنتر، فانا بدي اشوف اذا صار البوزيشن تاعنا مش اعلى من السنتر، اعلى من السنتر
وهالنتفة، فحنزيد offset. ففينا هون كمان نعمل public float offset ونحطه باللوجيك تاعنا. so ال offset حيكون positive المفروض. فنحن كيف ال coordinates تاعولنا ال y طلوع، فنحن بدنا نقصه لل offset اللي حناخده. so if transform dot position dot y minus the provided offset يلحقها. فهلا هون هيك لنحط ال offset about 10. كان كتير كبير، هات لنحطه هون. اوكي هات لنرجع نشوف اللوجيك. عنا الواي طلوع، نحن بالسنتر، ف إذا صار our position هات لي نتركها فلتين شو حيصير بعدها. هات نعطيها minus one اوكي. اللوجيك تاعنا الاولاني كان صح، بس المشكلة انه نحن عم نبلش اوريدي فوق الاوفست، ف دائما عم يغير البوزيشن تاعنا. ففينا نبلش الجيم من هون، نرجع على المين كاميرا نعطيها 3 كاوفست، يعني 3 تايلز هون. اوكي اوكي هلا كل اللي حنعمله حننزل البلاير شوي لتحت هيك تقريبا، لنعطي نظر ريدن انه يبلش من النص. ف ايه تمام، الا ما بتلحقوا الكاميرا. ارجع راح التارجت. اوكي هلا حنزيد السكورينج سيستم، هو سيستم حيكون صغير هات لنلغي هاي، وحنزيد الستار حطها هون وحنكبرها كمان 2.5 باي 2.5 هات لنعملها 3. تمام حنسميها ستار. اوكي ف 0 0. فهلا اللي بدنا اياه انه لما يدقوا ببعض ناخذ بوينت. تمام فلنعمل هالشيء في بالفيزيكس كومبوننتس 2D في عنا كولايدرز، هول بيعملوا ديتكشن للكوليجن. فحنعطي لكل واحد منهم كولايدر، وفي عنا عدة أنواع كولايدرز. هات لنشوف هون عنا بوكس كولايدر، كابسول كولايدر، سيركل كولايدر. فعلى حسب الشيب حننقي الكولايدر. فنبلش بالبلاير، حنعطيه سيركل كولايدر. اوكي فهلأ فينا نعمل edit كولايدر، نروح على البلاير. فهيدا هيدا السيركل هي اللي بتعمل ديتكشن لانه اذا دق فيها شيء بنعمل اللوجيك تاعنا. ففي نصغرها فبصير الكولايدر مش على كل يعني الكولايدر والجرافيكس منهم موصولين مع بعض. يعني اذا عملنا السيركل هيك صغيره اذا شيء دق فيها من هون ما بينحسب كوليجن. فعشان هيك نحن حنظبطها
هلا هو باي ديفولت بياخد مثلا هيدا هو البوكس، بيعمل فيت لسيركل بقلب هالبوكس. تمام، فهلا صار عندنا كولايدر بالسيركل. هلا بدنا نزيد كولايدر للستار. هلا الستار اذا فتنا هون ما في شيء اسمه ستار كولايدر. وقت لنجرب ستار كولايدر، ما في ستار كولايدر. ف فينا نحط سيركل كولايدر من جوا، مثلا نقول سيركل كولايدر. طلعوا كيف نحاول انه يحطها، ما طلعت معه بيرفكت. ونصغرها هيك، فصار لما ندق بالنجمة من هون. او في نوع كولايدر تاني، نعمل ريموف كومبوننت اللي هو البوليجون كولايدر، وصار فينا نعمل له edit ونظبط البوليجون على حسب حاجتنا. اوكي، فهلأ صار عندنا كولايدر على قد الستار تاعيتنا. فهلا اذا شغلناها، اوكي النجمه ما حتوقع عشان ما اعطينا ريجيد بودي، بس اعطينا كولايدر. فهلا حيدقوا ببعض وحنشوف شو حيصير، ما عاد بيخليها تمرق. اها، هذا الديفولت بيهيفير للكولايدرز، انه ما يخلوني يمرقوا. فعشان هيك رح نعمل للستار، حنعمل هذا بوليان از تريجرد، رح نعمل تشيك لاز تريجرد. فهيك ببطل عندها هالديفولت بيهيفير. فهلا حنمرق فيها، بس شو عم بيصير؟ عم بيعمل فاير لهذا لايفنت نحن ما عاملين له هاندل. فهلا حنعمل له هاندل بروجراماتيكلي. نجي على الفيجوال ستوديو بقلب البلاير كنترولر. في عنا هالميثود اسمه on trigger enter 2D. نذكر انه لازم نستخدم ال 2D لانه كل الفيزيكس تاعنا هو 2D. اذا استخدمنا 3D راح يفرقع المفروض. اوكي، سو ال on physics on trigger enter 2D بتاخد كولايدر 2D. طب شو هو الكولايدر 2D؟ هو الشيء اللي دقينا فيه. فينا هلا نعمل debug dot log لل collision dot game object dot name. اوكي، سو اخذنا اللي عملنا معه ال collision، فتنا على ال game object تاعه، فتنا على ال name property. فنجي نشغلها، لازم هلا بالكونسول يطبع لي شيء لما ادق فيه. اوكي، ستار، دقينا بستار مرة تانية، دقينا فيها مرة ثالثة. تمام، بما انه تأكدنا انه البيهيفير مثل ما بدنا، هلا صار فينا نعمل شو؟ نعمل برايفت فيلد، نحطه تحت الفلو دغري، برايفت انت سكور. وفينا نقول هون score plus plus. تمام، ما ضروري نعمل له initialization بالسي شارب اذا primitive type فاضي. حسب نوعه ال integer بيعملوا 0، float كمان 0، boolean بيعملوا false، اذا object كمان بيعملوا initialize ل null. فعم نقول له score plus plus، وبدنا هلأ الستار هيدي تختفي. صار فينا نقول له destroy collision.gameObject. تمام، اوكي، فهلا بده يعمل compile. اوكي، با اختفى. تمام، وهلا فوق بعد ما كمان يعملها
بدنا نعمل setting ل random color له. So هيدا اللاين نفسه رح نعمل له copy و paste هون. ومفروض هلا يمشي حال قصة السكور. وهات نعمل لوجينج للسكور. So debug.log share للسكور. وحاعمل عدة ستارز. هلا بنشغلها. تمام غيرها. هلا انا المفروض غيرها بس طلع الراندوم اندكس نفس اللي قبله. فايه صار عندنا هالستار. هلا هالستار صارت كومبوننت خالص مخلص. صار فينا نحفظ شكلها، يعني نعمل عنها بلو برنت، مخطط، كرمال ما كل ما بدي اعمل اوبجكت اقعد زد له البوليجون كولايدر واعمل له اديت له البوليجون كولايدر وحط له نيم او شيء. وعلى فكره نحن هون اي شيء مندق فيه عنده كولايدر راح ينعمل له ديستروي، ما بدنا نحن هالبيهيفير. عشان هيك راح نعطيه تاج، حنعطيه تاج، حنعمل اد تاج ل هولي تاجز انا زيدهم قبل. حنعمل اد تاج ل ستار. تمام. وهون حنعمل اف كونديشن، انه اف كوليجن دوت جيم اوبجكت دوت كومبير تاج هو ستار، اعمل لي هذا الفولوينج لوجيك. تمام نكبس على ستار. اول شيء حاعمل له دوبليكيت قبل ما احطها. هلا هيدي ستار رح نعطيها تاج اوف ستار، وعلى هيدي حنتركها ان تاج. هلا بعد ما نبلش الجيم ونحاول ندق فيهم اثنيناتهم، هيدي اوكي شو التاج اللي عاطيه ستارت. يلا نبلش من جديد مشان لقدام بالكولرز. هلا لما ندق فيها اوكي هلا عن جد. هلا لما ندق فيها حتختفي والتانية لا. لا بدنا هيدي كرمال بعد شوي في الاوبستكلز، لازم لما ندق فيهم نحن نخسر مش هن يتدمروا. فتمام. وكنا عم نعمل لوجينج طلع عنا 1. فتمام هات لنشيل اللوج، بعد شوي حنعمل ديسبلاي للسكور فوق. فهلا حنبلش بالاوبستكلز. فنرجع على يونيتي بالبروجكت. ايه صح كنا عم نحكي عن انه الستار وصارت كومبوننت جاهز مجهز. هلا حنعمل فولدر اسمه prefabs، وبقلبه حنعمل دراج للستار ودروب إلها. فهلا صار عنا اوبجكت مثل ما هو، فينا بقلب الكود نعمل له انستانشيت، يعني نعمل نيو اوبجكت منه، نخلق انستنس منه. من هون اجت كلمة انستانشيت. ونقدر نعمل اوبن بريفاب ونعمل له اديت اذا بعدين حبينا نغير فيه. وصار عنده هالمارك الزرقاء انه اتس ا بريفاب. عشان المين كاميرا هي اوبجكت عادي ما فينا نخلق منها انستنس بالران تايم، لازم تكون اوف تايب بريفاب. عملناها هي بريفاب كرمال لقدام نحن عم نلعب نعمل جنريت لستارز، ما بدي
نعمل لهم نحن static values، احط وحده هون ارجع احط وحده فوقها، لا بدنا نعمل لهم generation programmatically procedural generation، يعني نحن وعم نلعب ينعمل generation شوي شوي لهم. اوكي سو كنا بدنا نعمل obstacles، فهلا الاوبستكل اللي حنشتغل عليه هو الرود هيدي، فهات لا نعمل زوم اوت ونحطها هون حالا. اوكي نرجع على الرود كثير صغيره، حنعملها كمان 3 باي 3 اكشلي 4 باي 4. تمام فينا هلا نطفي الستار، هلا طفي كل جيم اوبجكت مش كومبوننتس منه. هلا هالرود بدنا نسميها، بدنا نحطها على 00 ونغير لها اسمها لرود. تمام هلا بنجي بنبلش نعمل لها ادت. اللي فينا نعمله انه نعمل سكوير من هالرود، فحنعمل دوبليكيت لها. حنعمل لها روتيشن على الزد اكسس 90 ديجري. ليه على الزد اكسس؟ هلا نشرح اللوجيك تاعها. بالسينز مجهز سين على جنب لهالقصه، حننتقل ل 3D. طيب اعتبروا انه هيدي اللي هون هي بيبر ورقه عاديه، وهيدا الشيء الاسود اللي هون هو قلم. فاذا نحن كمشنا هالبيبر، اوكي سو هيدي بيبر 2D، هي الواي وهي الاكس. فينا نشوف هون انه الواي هو الاخضر والاكس هو الاحمر والزي هو الازرق. حنرجع على ال 00. هلا لنقول انا جبت قلم وفختها لهالبيبر بنصها، انا شايف هون كيف انفختت. هلا اذا جبت القلم هيدا كمشته وبرمته شو حيصير بالبيبر؟ اوكي سو القلم هون على الزد اكسس على الازرق، فاذا عملت روتيشن على الزد اكسس يعني كمشت القلم وقعدت ابرم فيه حتصير تبرم هيك البيبر. فعشان هيك لنعمل روتيشن للاوبجكتس تاعولنا بال 2D او على الاكس واي، يتغير الاكس واي، لازم نعمل روتيشن على الزي. فهلا خلصنا من هالسين، نرجع لقصة الرود تاعولنا، عملنا له نرجع 2D. هلا صار فينا نظبط له شكله، حط هيدي هون، هلا بنعمل دوبليكيت لهيدي ونزيحها هون ودوبليكيت للتاني وننزلها لهون. شكلها ما كتير عاجبني. راح نعمل لها سكيل على الواي باي 8 او لا باي 6. تمام هاي كمان 6. هلا حنعمل دوبليكيت لهيدي ونعمل دوبليكيت للتانية. صار عندنا السكوير شيب، معك شوي بس انه سكوير. هلا بدنا نعملهم كلهم اوبجكت واحد. يطلع لي هي شوي، هاي كمان. طيب هلا بدنا نعملهم كلهم اوبجكت واحد، فعشان هيك حنعمل رايت كليك كرييت امتي، حنسميه سكوير. هلا راح نلقط شو اسمه الاربعه اوبجكتس ونحطهم بقلبه، فصار هيدا بيرنت لالون، هيدا الجيم اوبجكت صار بيرنت لالون، وشو ما غيرنا فيه راح يتغير بهول الاربعه. يعني مثلا اذا عملت له ديسيبل اربعتهم راح ينعمل لهم ديسيبل، اذا زحته على الاكس اكسس او طار، اذا زحته على الاكس اكسس اربعتهم حينزحوا على الاكس اكسس وهيك. فهلا صار فيكم تحذروا شو بدنا نعمل، انه هلا ما نعمل له روتيشن على الزي اكسس كل الاربع حيبرموا معه،
هيك. هلا الروتيشن شوي هبلة عشان فينا نقول السنتر تاعيته او السنتر اوف ماس او الاكسس اللي عم نعمل عليه الروتيشن منه بالنص، هو هي هون. هات له هون بال، نعطيه ايكون، نعطيه هيدي مثلا او الزرقاء، شايفين منا بالنص. ففينا هون نحطه على الزيرو زيرو، اوكي، نحملهم أربعتهم ونزيحهم لتتسنتر، تمام. وهلأ صار عم بيبرم كسكوير طبيعي تقريبا، تمام. اوكي، سو هلأ بدنا نلونهم، وكل وحدة منهم شو اسمه لازم يكون لونها مختلف. فحنصنع بالسكريبت، حنعمل سي شارب سكريبت اسمه او بي اس كنترولر، معناه قصدي فيها اوبستكل كنترولر، واكيد بدنا اياه اكستند مونو بيهيفير لانه بدنا نعطيه لهيدا. فاللي حنعمله قلنا بدنا نغير الكلر. طب هات اول شيء لنبلش ب نايف سوليوشن، اللي هو انه نعطيهم كلهم راندوم كلر من الكلرز. فحنعمل جيت راندوم، مثل نشوف هالكلاس فينا نعمله بدل ما كلهم يكونوا ستاتيك. فيني اعمل كل الكلاس ستاتيك بالسي شارب، هي ما في منها بالجافا. ف اوكي بعدين اوكي سو عملنا ماركينج لإله كستاتيك، وكل الفيلدز هن ستاتيك، ما في انستنس فيلد. اوكي سو نجي للاو بي اس كنترولر. بالستارت انا ما بدي اغير له لونه شو اسمه دايما، يعني مش once per frame. انا بدي اغير له لونه، او انه اعطيهم كل واحد لون مره واحده اول ما ينخلق الاوبجكت. فعشان هيك حنعمل لوب على مين؟ السكوير هو بيرنت للاربعه ايدجز تاعولنا، الاربعه رودز. حنعمل لوب على التشيلدرن تاعوله. فحنقول فور انت اي is equals to 0, I should be less than mean transform dot get child count هاي method i plus plus. بظن قال لي اياها لانه فيني دغري اعمل لها access. لا تمام، لحظة، يمكن في child count دغري بس. ما ضروري نستخدم ال شو اسمه الميثود، فينا نستخدم البروبرتي. اوكي سو هلا عم نعمل لوب على الشيلدرن تاعولنا تاعو السكوير. حنعمل اساين لكل واحد، حناخذ السبرايت رندرر تاعه، والسبرايت رندرر حنعمل سيت للكلر تاعه. اوكي سو قلنا ترانسفورم دوت get child at i dot get component. get component of type sprite renderer dot color is equal لشو؟ ل colors dot random color، تمام. هلا المفروض كل واحد يطلع له راندوم كولر، بس راندوم كولر مش يونيك، ما حيشتغل عشان ما اعطيناه السكريبت. فا اوكي، فبما انه اكستندز مونو بيهيفير صار فينا نعطيه للسكوير ونبلش. اوكي كله اخذ كولر واحد.
تمام. هلا عم ياخذوا نفس الكولر عشان الراندوم، الراندوم بالبروجرامينج منه شو اسمه بيور راندوم، هو سودو راندوم، فدائما بيعطينا نفس الفاليوز اذا كان عندنا نفس الستارتنج كونديشن. يعني لما نحكي اذا عم نحكي نحن فيزيكس، مثلا بالحياة العادية إذا عندنا زهر بقلبه 6 فيسز، إذا نحن كبيناه بنفس الفورس وإجا بنفس الأنجل على نفس الطاولة، وكنا ما بعرف مثلا كان عندنا نفس الاير ريزيستنس، عملناها المحاولة عدة مرات، والزهر بلشناه بنفس الفيس، مثلا الفيس اللي بوجنا، يعني كامشو انا وحاططه على الوان وكبيناه. اذا عملنا نفس البروسيجر انفينيتي انفينيت تايمز، حيعطينا نفس الفاليو انفينيت تايمز لانه امنا له نفس الانفايرمنت. فنفس الشيء بالراندوم، نحن كل ما نشغل البروجرام عم نكون بنفس الانفايرمنت، نفس الانيشال ستيت. فهون فينا نعطيه سيد، فينا نقول له 5 مثلا، فهلا مفروض ما يبلش بنفس الكلر. فالسيد معناتها انا عم بغير له الانفايرمنت شوي، او قلت له الاير ريزيستنس بحاله الدايس حتى الفايف ما منيحه. 6 اوكي، سو 6 صارت اخضر. تمام. فهلا بدنا نحن تتغير السيت تاعيتنا، فعشان هيك في عدة طرق لنغير السيت. بنحاول نعطيها اشياء تتغير، مثل تتغير كل مرة. يعني مثلا انا هلا اذا عملت لوب، مرة بعطيها 1، مرة بعطيها 2، مرة بعطيها 3، لما ارجع بلش البروجرام كمان عم بعطيها 1 و 2 و 3. فعشان هيك بنلجأ لأشياء مستحيل تبلش نفس الشيء، مثل الوقت التايم، مثل حرارة السي بي يو، مثل حرارة الطقس اليوم اللي هي دايما بتتغير، ومش يعني صعب كتير يلتقوا، خصوصا التايم مستحيل يلتقي. وفينا كمان نعمل كومبينيشن منهم، ف مثل انه حرارة الحرارة ضرب التايم ناقص السي بي يو وهالاشياء. اوكي، سو بدنا هلا نعمل راندوم جنريشن، مثل ما كنا عم نقول انه التايم او الراندوم بضلوا نفس الشيء طالما نحن مأمنين له نفس الانفايرومنت. فراح نغير هالانفايرومنت يوزنج التايم. فحنقول date time dot now dot ticks. نحن عم نجيب التكست تاعت الكلوك بقلب السي بي يو، وحنعمل لها كاست ل انت، هي بالاصل لونج، بس الراندوم سيت تاعيته هي انت. فهلا المفروض بعد ما نبلشهم يعطينا غير بيهيفير عن اللي قبل. تمام.